للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الناطق باسم هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور يحيى الطائي. دكتور يحيى، بداية مرحبا بك. 15 عاما على تأسيس هيئة علماء المسلمين في العراق، ما هي أهمية الدور الذي لعبته الهيئة في الحياة السياسية والاجتماعية العراقية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الكل يعلم أنه في بعد الاحتلال في عام 2003 كان هناك فراغا كبيرا في العراق، سواء على الجانب السياسي أو على الجانب جوانب الحياة الأخرى. فهذا الأمر جعل هيئة علماء المسلمين يعني تطلع بمسائل كثيرة، أهم المجالات اللي طلعت بها هي القضية الراهنة، هي قضية الاحتلال ووطأة هذا الاحتلال على العراق والواقع الجديد الذي أفرزه الاحتلال في العراق. فانبرت لكي يعني أولا حتى تخفف من وطأة الاحتلال وتبين للناس مشروع الاحتلال وتتصدى لهذا المشروع الذي يرمي إلى تفتيت العراق وإلى تقسيم العراق وإلى إيجاد حالة غريبة على المجتمع العراقي غايتها الأساسية أنه أن يتقسم هذا البلد وأن ينتهي هذا البلد ماضيا وحاضرا ومستقبلا، ثم عملية بناء الإنسان. فبالتالي كان هناك يعني حملا ثقيلا، ويعني يستوجب من الهيئة يعني أن تعمل عملا كثيرا. ولذلك الهيئة كانت تهدف منذ نشأتها إلى تثبيت العقيدة الإسلامية في نفوس الناس وترسيخ مبادئ الأخوة والتضامن بدل من يعني سياسة التناحر والسياسة الطائفية التي جاء بها الاحتلال، أو السياسة التي تحاول تمزيق النسيج الاجتماعي، حاولت رص الصفوف وترشيد هذا الحراك الجماهيري من أجل أن يفهم حقيقة ما يجري في العراق والتسامح بين أبناء الشعب العراقي، وأن الاحتلال هو من جاء بكل هذه الويلات والقوة، من جاء بكل هذه النكبات. نعم. خلال هذه الفترة دكتور يحيى، يعني حتى الفترة الماضية حوربت من أطراف داخلية وخارجية، رغم ذلك الهيئة ما زالت مستمرة في أداء دورها. بالنسبة للأفاق، أفاق المرحلة المقبلة بالنسبة للهيئة، ما الدور الذي تخطط له الهيئة لخدمة العراق وخدمة أهله في السنوات المقبلة؟ أخي الكريم، بالتأكيد يعني الهيئة عندما تناهض مشروعا احتلاليا لابد أن تجابه بكل الوسائل، لأن الاحتلال يريد أن يفرض ما جاء من أجله، وحتى العملية السياسية جزء من منظومة الاحتلال. فبالتالي العملية هي ليست سهلة، ونحن كنا ندرك هذا منذ بداية العمل. العمل شاق، لكن هذا يجعلنا أيضا أكثر إصرارا. لماذا؟ لأن هذا واجب علينا، واجب شرعي. الكل يعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو واجب العلماء، وليس فقط يعني الإنسان العادي، لا، هذا واجب العلماء أولا، لأنهم يدركون ما هو المنكر وكيف إنكار المنكر وغيره. العمل صعب جدا، يعني كل ندرك هذا، لكن علينا يعني الهيئة وضعت خطتها منذ البداية وهي تعمل في كل المجالات، سواء على النطاق السياسي أو على المجالات الأخرى. الآن المجال الإغاثي أيضا، الآن المهجرون والنازحون وغيرهم وغيرهم، الهيئة تقوم بعمليات إغاثة لهؤلاء لكي يعني تقلل من الأضرار التي وقع عليهم أو الضرر الذي وقع عليهم. ثم أيضا هي يعني تدافع عن حقوق الإنسان العراقي أينما كان وفي أي مكان كان، وتفضح الممارسات اللا أخلاقية والممارسات التي تمارس ضد حقوق الإنسان في العراق. فبالتالي هي تمارس الأدوار بكل الأماكن التي تحتاج أن تبرز هذا الدور. يعني الهيئة أخذت وما تزال يعني موقفا من العملية السياسية التي تأسست على يد الاحتلال. يعني إلى أي مدى ترى أن الشارع الآن أصبح يدرك ما كانت تقوله الهيئة وما كانت تصدره آنذاك؟ يعني بفضل الله تبارك وتعالى الآن الشارع العراقي أصبح واعيا لكل، يعني منذ بداية الاحتلال كنا نقول بأن العملية السياسية المبنية على المحاصصة الطائفية والعرقية لا يمكن أن تنجب مشروعا وطنيا ينهض بالعراق ويقدم الخير للعراق والعراقيين. والأحداث بمرورها بينت هذه الحقيقة. الآن الحقائق أصبحت واضحة للعيان. الآن المواطن العراقي هو يعني يقول بأن العملية السياسية عملية فاسدة لم تنجب إلا الويلات ولم تجلب إلا الدمار للمواطن العراقي في كل العراق طبعا، سواء على مستوى الجنوب أو الوسط أو الشمال. فبالتالي لم يجد المواطن العراقي شيئا،
بالعكس من ذلك، الحالة الاجتماعية والحالة الاقتصادية والحالة الأمنية في تدهور مستمر إلى الآن، الحالة التربوية، الحالة التعليمية، انتشار الفساد المالي والإداري، انتشار المخدرات، انتشار الأوبئة، انتشار الأمراض، كل هذه يعني جاءت بها يعني ما بعد الاحتلال، والحكومات المتعاقبة كانت هي جزء من المشكلة ولم تكن جزءا من الحل في يوم ما. يعني هل تتوقعون أن تستمر الضغوط على الهيئة، هيئة علماء المسلمين، خلال المرحلة المقبلة؟ بالتأكيد أخي الكريم، يعني هذه سمة كل يعني الحركات الإصلاحية في المجتمعات، هذه سمة غالبة أنه دائما تحارب، وحتى مناهج الأنبياء، يعني حتى الأنبياء عندما جاءوا برسالاتهم جوبهم وحاربوا، فبالتالي أي منهج إصلاحي تحاربه الجهات المنتفعة من الواقع الموجود الآن. الواقع الفاسد الموجود الآن كثيرا من الطبقات السياسية منتفعة من وجوده، كذلك الاحتلال ومن جاء معهم، الكل مستفيدون من هذا الواقع الذي يعيش الشعب العراقي، الواقع المؤلم. فبالتالي عندما أنت تريد أن تنقذ المجتمع العراقي، تنقذ العراق والعراقيين من هذه المآسي، تريد أن تنتشلهم إلى واقع أفضل، إلى واقع ينعم فيه الكل بالأمن والأمان والاستقرار وحياة إنسانية تليق بمواطن يعني في بلد فيه من الخيرات الكثير، فيه من الثروات الكثير، بلد ذا لو استخدم اقتصاده استخداما جيدا لأصبح أغنى الشعوب الأرض. شكرا جزيلا لك، الناطق باسم هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور يحيى الطائي.